طبعا جدا سعيد اليوم بوجودي في الدار البيضاء للمشاركة في المؤتمر الدولي لطب الأسنان بالمغرب، وكمان كتير سعيد على المستوى العلمي اللي شفته اللي موجود في المغرب، سواء من تجهيزات طب الأسنان أو حتى من مستوى الأطباء اللي قابلتهم اليوم وامبارح. لأخر مستجدات طب الأسنان هي تجميل الأسنان من غير حك أو حفر للأسنان، لأنه هلأ صار طب الأسنان يتجه أكثر للطرق اللي بتحافظ على الأسنان بدل ما نحفرها. فحاليا في تقنية 3N Veneer اللي هي بتسمح لنا بتجميل الأسنان من غير ما نحفر الأسنان نهائيا، من غير حك أو برد للأسنان، وأهم شيء أنه من غير ألم أو تخدير نهائيا. هلا هو شوفي، اي علاج غير صحيح رح يعمل مشاكل، سواء رائحه مزعجه، سواء نزيف في الاسنان، سواء التهابات في اللثه. فاذا ما تم العلاج بشكل صحيح، حتى لو استخدمتي مواد كويسه اكيد رح يصير عندك مشاكل، ولكن اذا استخدمت المواد بشكل جيد وعند اطباء مختصين اكيد ما رح يكون في اي مشاكل. طبعا اذا يعني احنا مهمتنا كاطباء نشوف شو اللي محتاجه المريض، فاذا انا لقيت اسنانك جميله وما ممكن اجملها اكثر من هيك اكيد ما راح نعمل لك تجميل، وخصوصا انه في اشخاص يعني بيكون بس الموضوع عندهم موضوع بس انه هم بده يقلدوا فلان او يعملوا ابتسامه فلان. فاذا انا ما حسيت حالي انه راح افيد المريض فعليا بالابتسامه اللي بتعطيها اكيد راح ارفض اني اعملها. في كتير فنانين صاروا أصدقاء إلي، وحتى في مراجعين عاديين، يعني إحنا أغلب مراجعيني بيصيروا أصدقاء آخر شيء لأطباء عيادة ليبرتي. إذا بنحكي على مستوى المغرب، في أكيد الفنان سعد المجرد، الفنان حاتم عمور، أحمد جوئي، الموزع العالمي الموسيقار رضوان اللي كلنا بنفتخر فيه، الفنانة أسماء المنور جميلة، الفنان القدير بشير عبده وزوجته كمان الفنانة نزهة الركراكي، ما بدي أنسى حد، كلهم أصدقائي، جريني، فرح الفاسي. فالحمد لله كتير بنكون سعيدين بزيارتهم، وكتير سعيد أنه أغلبهم صاروا أصدقائي. والله أكتر شيء بحبه أنا بحب كل المغرب، كل تفاصيل المغرب بحبها، ولكن يمكن الأكل المغربي بحبه بزاف، وبحب كمان أي شيء له علاقة بالمغرب، ولكن بيعجبني المغرب الاهتمام بالتفاصيل، سواء بالأكل، سواء بالمعمار، سواء بكل حاجة بيهتموا بالتفاصيل كتير، وشعب جدا جدا مضياف. بقول لكل متابعيني من خلال 360 إن شاء الله مبركة عواشركم، وإن شاء الله تكون هاي مش آخر زيارة إلى المغرب، وألتقي فيكم دائما من خلال 360 ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا كثير على الاستضافة.